بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. الفيديو كيف أراجع، رانا نراجعو كي ندير من الراجع. طبعا مجموعة من النقاط كبيرة عن كيفية المراجعة وشروط المراجعة، نتمنى أن تفيدكم. لا عندكم حاجة أخرى مانيش ذاكرتها، ذكروها لي فينتما في كومنتار، نستفد أنا ويستفد غيركم. أول نقطة الفهم قبل الحفظ. نحفظ حاجة مانيش فاهمها ما تدخلش راسي. ثانيا قراءة الدرس ووضع خطة تحت المهم. عندي درس فيها عناصر ضرورية وفيه عناصر إضافية، نركز على العناصر المهمة، ندير تحتها خط باش نركز عليها، ومن بعد نروح للعناصر الغير إضافية، الإضافية التي هي غير مهمة. تلخيص الدروس بأسلوبك الخاص، يعني كي نفتح الكراس نلخص، ندير ملخصات للأشياء المهمة. مثلا في الرياضيات ندير محيط، المحيط كان يساوي شيء القاعدة تاعه، مساحة المثلث، مساحة المستطيل، مساحة المربع، مساحة المثلث القائم، مساحة الدائرة، مساحة القوس، الأشياء الأساسية ندير لها ملخصات بأسلوب أعمال. بالنسبة للتاريخ والجغرافيا كذلك، بالنسبة للتربية دير ملخصات تناسب أسلوب تاعي أنايا، يعني مش أسلوبي أنا اللي نحفظ به. كذلك تحديد الدروس الغير مفهومة، أنا مانيش فاهم الدروس الكسور والأعداد العشرية، ما خليهاش، نستنجد بواحد يفهمني، الأم تاعي، اليوتيوب، الأستاذ تاع المادة اللي كان روح له في دارها، الأستاذ كنت روح له في دارها واش باغي يقول؟ العكس راه يفرح، أستاذ دروس الخصوصية، أستاذ دروس خصوصية يعني مخلصاته باش يفهمني واش خصني، مش هو اللي واش باغي يقريني، اللي أنا محتاجة هنايا. يعني. كذلك تنويع أساليب المراجعة، أنا لو كان نقبض الكراس وحده ونقعد نرجع منه نمل، وأحيانا ما نلقاش فيه واش راني ندور. نحتاج الكتاب، نحتاج اليوتيوب، نحتاج الفيسبوك في المراجعة، نحتاج المواضيع اللي معها حلول، لخاطرش أحيانا كي نحصل في تمرين خلاص ما لقيتش شكون يعاوني فيه، الأم تاعي توقفت وما عرفتش تراجع، اتصلت بصديقي ما ردش عليا في الهاتف، نروح للحل. الحل يعطيني الملخص، يعطيني الطريقة، ويعطيني واش كان غايب عليا، يعطيني الحلقة المفقودة. كذلك سمع الشرح من عند من أثق بهم. عندي مثلا خالتي تفهم الإنجليزية، عندي لها تليفون ونقولها شرحي لي، هذه طريقة أخرى للمراجعة، هذا فقط مثال بالهاتف، نبدل ثاني وقت وقت، نقعدش شقي عينيا في الكراس. الهاتف يكون ضروري في المراجعة مش باش نمشي نكونيكت. مواد الحفظ، بالنسبة لمواد الحفظ استرجاع الدروس مع غلق الكراس ووضع أسئلة للإجابة عنها. كي نحفظ الدرس نغلق كراسي ونعاود نسترجع وحدي، هذا يقول له الحفاظة باركر. وثاني نوجد أسئلة نجاوب عليها، من وحد النوميديتي يليق هنا خصني نكون عارف الإجابة، نجاوب روحي الأسئلة. ممكن نديرها للأم تاعي لها تساعد فيا، الأب تاعي لها تساعد فيا، نديرهم روحي ونجاوب كتابيا إلى غير ذلك. أهم نقطة كي تجي تراجع، تراجع باش تجيب 20، مش المهم نجيب 10، مش المهم نجيب 17، لا، الراجع على النقطة الكاملة. واللي قدرت نتحصل عليه في الفرض الحمد لله، أنا بذلت مجهودي وهذاك اللي كتبه لي ربي. واضح، الراجع أبذل كل طاقتي باش الراجع باش نأخذ النقطة الكاملة. المواضيع تقول لي أستاذة من نجيبها من مقهى الإنترنت، من السيبر، تروح للسيبر قولها أعطيني السوجي تاع طبعا لي سوجي تاع 2020 2021 ما تخرجوهمش. علاش؟ على خاطرش العام اللي فات درنا الفروض حتى شهر مارس، يعني ما رانيش كيف كيف، خرجوا لي سوجي تاع 2018 2019 2017، تاع 2021 ما تخرجوهمش.
لخش حنا رضوك حنا العنيفات كان عام استثنائي وفرت النح كالمعص. نتمنى اني فضحتك الفكره على ما تخرجوش 2020 2021. هذه بالنسبه للنقاط لكيفيه المراجعه. الان شروطها المراجعه باش تنجح عندها شروط باش تنجح المراجعه عندها شروط. اولا اختيار المكان المناسب، ما نمشيش عند البيبي اللي كان بيبي في الدار وهو يبكي وانا راجع، ما نمشيش عند لاكوكوت في المطبخ ونقعد نراجع. اذا نخير المكان المناسب اللي فيه الهدوء وفيه الاناره زينه والضوء فيه زين. كذلك النقطه الثانيه اني راجع في وقت ثابت، عندي الصباح من 9 للـ11 ما نبدلش، من 11 للـ2 نتغدى ونريح، ندير وقت مراجعه ووقت راحه وما نبدلهاش. موش وقت القيلوله اليوم نقول لا راجع وقت المقيل، لا وقت القيلوله ما تجيش فيه المراجعه، ما كانش شكون يعاونك لو كان تحصل. يليق هذاك اللي نوض بكري وخذ قسط من الراحه ومن بعد عاود في المساء راجع. ثانيا انشاء جدول للمراجعه، يليق يكون عندي جدول وما نخالفش. اليوم عندي تربيه اسلاميه نكمل التربيه الاسلاميه، راجع في الرياضيات نكمل الرياضيات، ما خليش العمل تاع اليوم لو غدوا ولا نقول ودي هذه الساعه، لا راجع كلش ونلتزم بالجدول. كذلك نقطه مهمه، لا اراجع على السرير، اللي عنده السرير ما يقعدش راقد فيه ويراجع، هذه مش مراجعه. الراجع على الطاوله ولا المكتب كانني في القسم، نظم السرير راه التدفئه في البيت راه البار شاعل، راجع في المكان المناسب. كذلك التخلي عن الهاتف والتلفاز، عندك هاتف محمول ممنوع فيسبوك مع الاصحاب وممنوع التلفاز في وقت الراحه دبر راسك. كذلك باش نراجع يقطع عندي كل الصباح واش نراجع الكراريس الدروس، يكون الدروس كل ما الاولى اليوم مثلا غدا باقي راجع التربيه المدنيه وما عنديش دروس تربيه مدنيه خاصني درس ولا اثنين، وقت الراحه نروح للزميل اللي قريب عليا وما نشوفش عليه الدره ما نشوفش عليه الكراسه، نصور الكراس ونجيبها للام تاعي هي تكتب لي والله يكتب لي الاب تاعي والله اخي والله في وقت الراحه والله قايل ملخص هذاك التصوير نتا هي ميشان السباب يخرجه لي ونجيب وراجع منه. نجيب الملخصات، ملخصات راه بارتو، انا واحدة من في القناة اللي ندير ملخصات. المواضيع نجيب المواضيع مع الحلول والادوات كل اللي في المقلامة، خاصني مدور يليق المدور يكون عندي، المقالة يليق المقالة تكون عندي، قلم رصاص الممحات كل اللي نحتاجه نجيبه. وكذلك النقطة الأخيرة انني لا اراجع على صوت الموسيقى، لا اراجع، اراجع في الهدوء، لا اراجع على صوت الموسيقى، مش نحل الموسيقى ونقعد انا نراجع، هنروح معاها. صاي نتمنى الفيديو لاق اعجابكم وديتوا نقاط منه مهمه. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.